grasp shelter from the coming storm. Cause it's a lonely road I can't run no more. اسمي علي قاضي، عمري 19 سنة، من سوريا، من حلب. بسبب الأوضاع الجارية بسوريا اضطرينا بنهاية 2015 نطلع على تركيا أنا وأهلي، لبين ما قررنا نطلع على أوروبا. الخطة كانت أنه أنا كمان أطلع معهم، بس للأسف ما قدرت. لما طلعوا أهلي على النمسا حسيت أنه ما في شيء غير الموسيقى يقدر يساعدني، فقررت أنزل على الشارع وصرت غني بالشارع. الله يوفقنا اليوم. طبعا انا المصاري ما كنت محتاج لها الا لاني حابب اطلع على عند اهلي باسرع وقت ممكن.